منتخب الجزائر، منتخب الجزائر بداية من الكابتن مدير المنتخب الفني اللي هو مجيد بوجره. مجيد بوجره كلنا شاهدنا مجيد بوجره مدافع عن منتخب الجزائر بالرقم 2 في كأس العالم 2014، يعني قبل لاعبا نعم 6 سنوات، ست سبع سنوات. ست سبع سنوات. ده بيوضح لك فارق الفكر، الفارق الزمن الكبير في الفكر بيننا وبينهم. مجيد بوجره انا بالنهار اثناء المباراه وقال لي في مواقع التواصل الاجتماعي عنده صوره مع موريسيو ساري المدرب الايطالي المشهور، مدرب لازيو حائل لين وكان مدرب نابولي. يعني في فتره ال5 سنوات دي الراجل ده دخل لدرجه انه يكون في الجهاز الفني لنابولي مع موريسيو ساري. 5 سنوات كانت كافيه جدا انه يكون مساعد للمدرب، مساعد للمدرب، في حين انه في عدد كبير جدا من اللاعبين السودانيين قدراتهم التكتيكية وهم لاعبين لو لقوا التأهيل الكويس كان ممكن يقدموا لك الإضافة. ده ما حصل. منتخب الجزائري مرشح بشكل كبير جدا بناء على الأداء اللي قدمه، بناء على الإمكانات الفردية للاعبين، الاستقرار أصلا الكبير اللي بيعيشه المنتخب الجزائري. يعني نتكلم عن أسماء كبيرة جدا، يعني أنت تخيل إنه الليلة بغداد بو نجاح، هلال سوداني، سفيان بن دبكة، في أسماء زي بلايلي ما بد المباراة وما شارك في المباراة نهائيا، جمال بن عمرو، بولحي، أسماء كبيرة جدا. رغم إنه نتكلم برضه عن غياب أسماء كبيرة زي رياض محرز، سعيد بن رحمة، رامي بن 70 لاعب بروسيا مونشنجلادباخ، أسماء كبيرة جدا ومؤثرة جدا، لكن التكوين السليم، القواعد السليمة في كل دوري، عندهم لعيبة، عندهم عدد كبير من اللاعبين، عندهم القدرة إنهم يشاركوا بمنتخبين في البطولة دي، والمنتخبين ممكن يصلوا كحد أقصى لدور الثمانية أقل شيء.